السلام عليكم ladies and gentlemen, فهد سان in the house, ونكمل المسيرة. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس. أنا أعتذر يا جماعة الخير, كان المفروض تنزل Call of Duty وأعتذر إنه أنا تأخرت عليها, الريسبشن عليها مو مرة كبير, وسألت كم متابع obviously ذكروا لي كم حاجة. واحد, إنه أنا تأخرت في تختيمها. اثنين, أغلب الناس اللي اشتروا هذا الجزء حق Cold War بيلعبوها أونلاين أكثر من الكامبين, ف ما اعتقد كثير مهتمين مره في الكامبين, لكن it is what it is. Ladies and gentlemen, رجعنا لستيكمن. في نفس الوقت الحلقه الثانيه خلصنا نهايتين من الجزء الثالث وباقي لنا هذه الجزئين, ف حنكمل هنا نخلص ايش النهايتين اللي انا ما شفتهم بالضبط, وهوبفل انه الذاكره تساعد, فما نطول عليكم and let's get started. Okay. خلينا نعمل سكيب لأنه شفناها أصلاً. والله ما أتذكر. جربنا الكانن, جربنا الشيء هذا من فوق, أعتقد جربنا الستيكي جان, أعتقد هذا الشيء الوحيد اللي أنا ما جربته. ولما نفتح الماب يعطيك هذه الأشياء, هذه أعتقد السماعات, هذه الكورة, وهذه أعتقد الستيكي هاند إذا ماني غلطان. سو هذه اللي إحنا ما جربناها. أوكي, ايوه هذه انا ما جربتها فعلا. طيب الان عندنا expanding foam, joy buzzer وبام ويت. طيب في عندنا الاليفيتر, في عندنا الفنت. الفنت هو هواء يدخل ويخرج بس من باب الفضول, انا اتوقع راح يطلعني برا الطيارة, واتمنى اكون غلطان. خلينا نشوف كيف. ها لا والله, اوكي لا لا هذا اعطاني شيء ثاني. طيب هذا يبغاني اروح من هنا لهنا. ستريتش تشويز, اعتقد هذا زي اللبان او شيء, وممكن اوكي ماجيكال بنسل ممكن, هذا منطقي. تيليبورتر حيخرجني يمكن برا الطياره. ليب انه يطير ما حينفع طبعا. خلينا نجرب الماجيكال بنسل, وانا متاكد شكله بيطقطق علي. طالما انه اللعبة غباء خلينا نشوف ستريتش تشويز ايش ممكن تطلع. وين راح هذا؟ اوه ميبي تطلع هذه. اوكي اه حلو حلو كول. اوكي think you could let me out of here. المفتاح اللي اخذناه. اوكي اه ثانك يو. اوه طلع واحد. طيب احنا المفروض على اساس ندخل هنا. ويزرد ماجيك هاك ريترو جلوف بيبر ريزر وات, ما انا قادر اشبك منطق في اللعبه. اوكي خلينا نجرب هذه. على اساس يخليني انا بنحف الورقه وندخل. اوه اوكي اوكي حلو. كلاب هاك ما اعرف ايش هذا, وشكله شيء يقصها. شرينك اند جرو جرافيتي مانيبيوليتر. والله اوكي على أساس ممكن يكسرها يمكن من مكان او شيء. I think fail ما زبطت. طيب shrink اوكي خليه ممكن يصغر, بس كيف حيشيلها تكون في... هي اللي كفش. اعتقد اقدر اضاربه بشيء. Looks like he set off some sort of alarm in the vault. اوكي alright move to plan B. Cone reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here. اوكي في القصة دي انه على اساس انه يسرق شيء وهو يهرب يعني. انا ابغى الشيل هذا لانه احسه قوي
اعتقد يقاوم كمان رصاصه. اوه اوكي. لا والله نجحت لا ما نجحت الخطه. طيب لا كده حيطير بشويش فما حينفع. بروبين تانك هذا ممكن يرسلني في مكان بعيد بسرعه. خليني اجرب الارمر شوف ايش يصير. اوكي حلو. في شيء صار في اللعبه من الحاله. اللعبه علقت. اوكي هاي خذ لك. اوكي وكده هربوا مع الدايمن وهرب اعتقد من الامن. اوف ويلسون we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this man. طبعا الريفرنسز لافلام والعاب وكذا فان ما استوعبت اي واحده من هنا الى الان. طيب قال له we gotta get out of here بس انا ما اعرف اذا هذا شيء معين. اوكي بختار بشكل عشوائي. Activating dark مدري ايش. اوه لا غلط قتلت نفسي انا. لا فيل. ايوه فيل فيل فيل. طيب يبغالي افكر. اوكي ما ادري ايش هذا الشيء ولا ادري. اوكي خلينا الثلاثة حقرة بقرة. قال لي عمي عد العشر. اوكي هذه والله لو زبطت سوف تكون صدفة رائعة جدا. وات ايش هذا؟ لا تقول لي عل اوه ايرور. يمكن تكون واحدة نكتة ومشاكل من نفس الويندوز ولا حاجة. طيب احنا اخترنا دي. طيب واحد حقرة بقرة. قال لي عمي عد العشر. اوكي يلا. اوكي فير. شوف اللي ما ضبطناها طلعت مو شيء. طيب مين هذيلا؟ اوه انا كاني عرفت الفيلم حق هذيلا اللي بيطيروا او ممكن شيء له صعب. لا 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 افكر بشيء ثاني. انا ممكن انه لازم يهربوا كذا ولا كذا. هاي يشبهني هذا. اخذ ملابسه. اوكي وريس كان. هذيل الشرطه المفروض حيسيبوه. ليش غريبه؟ انه على اساس تخلصوا من العصابه فسابوه قال لك. اوكي 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 نايس. طيب انترستينج حلو اتشيف رانك. طيب كده خلصنا الان ثلاث نهايات. الان صارت اصعب كده وانا قربت من 60 يونيك فيلز. طيب ايش ممكن تكون النهايه الاخيره؟ هنا التفحيط اللي راح يصير للاسف. فاحتمال اذا حنطول فحخليها بس هذه على اساس انه ما اضيع وقت كثير جدا وما اصور حلقات طويله. لانه والله العظيم من اشوف احصائيات القناه بتقول لي المقاطع الطويله ما تنفع بس انا ما اعرف. ام تيلينج التختيم ساعة افريج 12 ل 15 دقيقة متابعة فقط. فهل فعلا التختيم شيء جيد؟ I don't I have no idea صراحة ما ادري. فاكتبوا لي تحت في مكان التعليقات انتم كيف بتتابعوا التختيمات؟ يعني هل هو فعلا متابعة؟ انا حجرب طريقة من واحدة من التختيمات اللي هو انا اللي يعني مثلا اختم اللعبة بس ابغى اجرب كيف الخص الساعة في 10 دقائق. بس بطريقة حلوة للمتابعة. هيطول بس بعمل لها تست بعدين. بشوف كيف. طيب الآن في أكثر من نهاية right? طيب إيش ممكن يكون نهاية مختلفة؟ ما هين الشطارة دحين إنك تكتشف النهاية الرابعة.
يا النهاية حتكون هنا. أوكي كأني عرفت إيش ال أوكي كأني عرفت إيش النهاية اللي ما معليش أنا أخذت وقت طويل وأفكر فيها. So النهاية على ما أعتقد we do this. Looking at the numbers here, what do you think? Ah yes, let me have a look. Go I'll hold him off. Come on in. بعدين الكرسي. حلو. Hurry up now, activate the doors. بعدين ناكل هنا البين. Then rocket. احنا اخترت انا الديرت هذا. Tool. بعدين الجلايدر هنا على ما اعتقد. يس هذه. اوكي هنا انا في خيار ما اعتقد هو الحل او النهايه الرابعه. I think. Defeat my right hand man. I surrender the airship to you. Great work, Henry. Now just get it to us and get you to the lab bank. I think here. لحظة. طيب في عندك اثنين خطأ. عدد الخيارات شوف أربع. شايف؟ معناها في حلين. أوه بوي. شوف فور وعندك بس حلين. معناها هذا شيء هذا الحل الرابع. That's it. هذه النهاية I think. والله بس طولت. Damn. طولت. أيها شايف كيف؟ This document is certified that Henry has been pardoned from all crimes. جالو عفو. ايوه شفت كيف؟ طلعت هذه النهاية الأخيرة. Achieved it. اوكي. طولت بس أخيرا. That's it. وكذا خلصنا الأربع نهايات. اوكي باقي جزئين حنحاول اذا كانوا انا طولت هنا والله اخذت اولموست تقريبا 50 دقيقة على اساس بس ادور على النهاية. Anyways ladies and gentlemen اتمنى كانت حلقة ممتعة. انا فهد سام اشوفكم ان شاء الله على خير. Peace out.